كيكه الاناناس. انا جايبه هنا واحده كان اناناس وحطيتها هنا. المقادير بتاع الكيكه هتبقى 200 جرام السكر و150 جرام الدقيق، كان واحد بتاع الاناناس كومبوت، ثلاث بيضات وسكر بودره والبيكنج باودر، كيس بيكنج باودر. فهناخد الاول الصينيه اللي هنعمل الكيكه فيها، وناخد شويه زبده بالايدينا وندهن الصينيه بالزبده عشان الكيكه ما تلزقش فيها. تمام كده، لو هنحتاج تاني هنحط زبده تاني. اهم حاجه تكون نغطي الصينيه كلها تكون معموله بالزبده. زي ما انتم شايفين انا طلعت زبده من شويه عشان استخدم شويه زبده في الوصفه الثانيه. كده احنا عملنا الزبده. عندي السكر بودره، انتوا اكيد افتكرتوا انا هرشه على الوش، ممكن اوكي، لكن الاول انا هرش السكر بودره في القعر الصينيه كده. بس هو مش مفروض تكون فيه قطع كتيره كده، مش مفروض. اهم حاجه ارش عليها، ماشي، واعملها كده كان احنا بنعمل دي عشان لما احط الاناناس فيها برضو ما تلزقش كده. ماشي، احدنا السكر بودره، ناخد قطع اناناس نحطه في القعر الصينيه بطريقه فنيه. تمام، على فكره في الوصفه دي بيستخدموا كمان الكريز كومبوت، بس انا بصراحه يعني مش دايما مثلا بلاقي الكريز كومبوت، ويعني انا عملت مره الوصفه دي ويعني بصراحه الوصفه دي مش محتاجه اي حاجه تانية. لو عايزين تزودوا مفيش مشكله، ممكن تاخدوا الكريز كومبوت وتحطوا في الدائرات بتاع الاناناس. نحطه على جنب، ولسه فاضل عندي الاناناس. ماشي، ناخده كده وناخد سكينه حاميه ونقطع اناناس رفيع خالص خالص. اهو احنا بنقطع الاناناس بتاعتنا رفيع خالص. ده هياخد مني شويه وقت، وبين ما اخلص الاناناس بتاعتي اخد البيض وافصل البيضات من صفار. تمام، واحده واحده. هنفصل صفار من بيضات ليه؟ عشان خاطر احنا هنستخدم دلوقتي هنضرب البيض، صفار البيض لوحده خالص، عشان الكيكه دي بتتعمل جميله جدا. هنقلبها في الاخر، بس العجينه بتاعتها هتبقى سبونج حلوه جدا. تمام، انا احط البيض يتضرب، وده هياخد فتره، وبين ما البيض هيجهز انا هخلص الاناناس. Thank you.
احنا كده خلصنا الصفار البيض. زي ما انتم شايفين الصفار البيض ماسك نفسه شويه، احنا مش هنحتاج فيه دلوقتي، فهنشيله في البوله لوحده عشان يعني عشان نعمل العجينه سبونج لازم نعمل تحضيرات كده شويه. بناخد الصفار واحده واحده خالص عشان ما يكسرش، مش عايزين نضيع الهواء اللي دخلنا فيه. واحده واحده تمام، نحطه هنا. ناخد البوله، احنا عندنا صفار بيض نحطه هنا تمام، وناخد دلوقتي ال 200 جرام السكر بتاعتنا نضل عليه. ودلوقتي احنا هنضرب الصفار البيض مع السكر. مع صفار البيض احط كمان 5 معالق كبيره من الكمبوت بتاع اناناس. ده هتطري العجينه زيت نفسها وهتساعدنا في العجينه سبونج. زي ما انتم شايفين انا قطعت الاناناس رفيع جدا. ليه؟ عشان هتبقى في القرص الصينيه عندنا اناناس دواير، وبقيه الاناناس هنحطه في العجينه. العجينه هتبقى فلافي كده وحلوه والسبونجي قوي، لكن يعني لازم واحده واحده عليها. دلوقتي احنا الصفار بتاعتنا اتعجن كويس مع البيض، واحنا حطينا كمان 5 معالق الكمبوت عشان يساعدنا تبقى في لسه حاجات فيها مش ماسكه نفسها. ناخد دلوقتي بقيه المقادير بتاعتنا. في عندي الدقيق 150 جرام احطه واحده واحده عليه. العجينه بتاعتي ابتدت تتقل شويه، وده اللي احنا محتاجين فيه. لازم كل الحاجات الصفار البيض والسكر والكمبوت والدي يتضرب كويس قبل ما احنا ما نحط البيض. زي ما انا قلت لكم لازم البيض اخر حاجه واحده واحده عشان الهواء اللي في البيض ما تروحش منه. احنا تقريبا كده خلصنا العجينه. تمام، ناخد دلوقتي الاناناس بتاعتنا نحطها جوه. تمام، ونديله تعليبة كده. ماشي، عشان نحط الصفار لازم تكون نحط صفار واحد واحد، يعني بسيطة بسيطة جدا مع بعض. هنقلب العجينة واحدة 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 واحدة
عشان لو قلبناه جامد كل الهواء اللي في الصفار في البياض كلها هتروح، واحنا عايزين الكيكة سبونج. ماشي، تمام. واحدة واحدة أنا أحط البيكنج باودر عليها، يعني عندي معلقة تقريبا. واحدة واحدة برضو أقلبها، تمام، واحدة واحدة خالص. ولما نقلبها نحط على الأناناس بتاعتنا، تمام اهي، برضو من غير استعجال، واحدة واحدة. على فكرة ممكن تحطوا البيكنج باودر مع الدقيق، يعني ده يستحسن كمان. ماشي، واحدة واحدة كده غطينا الأناناس بتاعتنا كله زي ما انتوا شايفين. فالكيكة بتاعتنا جاهزة، حطينا العجينة عليها زي ما انتوا شايفين، شكلها حلو قوي، وهنحطها في الفرن دلوقتي.